جال برهان الحميدتي بانقلاب وحزب المؤتمر الوطني ليه شغال لحد الليله. قوى الحريه والتغيير كانت بتدعو المواكب لاسقاط النظام، النظام ده معناته اسقاط عمر البشير، معناته اسقاط المؤتمر الوطني. بنلقى انه المؤتمر الوطني شغال لحد الليله، بل الاكثر من كده بنلقى انه كل املاك المؤتمر الوطني اللي هي قيمتها كم؟ خمسه، اللي هي قيمتها تريليون و500 مليون جنيه سوداني لسه بحوزه كوادر المؤتمر الوطني. دي معلومه خدتها في بالك. حزب المؤتمر الوطني بل انه بيعمل اجتماعات وبيكلف غندور بانه هو يبقى رئيس حزب المؤتمر الوطني. ونحن نتكلم انه الشعب ده طلع لاسقاط المؤتمر الوطني، ما طلع لاسقاط عمر البشير. عمر البشير هو عبارة عن واجهة على الرأس، لكن منو اللي كان تحت؟ بنتكلم الليلة انه عمر البشير اللي هو سقط، والليلة كانت عنده محكمة، وقبل يومين كانت عنده محاكم. بنلقى انه عمر البشير متهم بشنو؟ كلكم حضرتوا المحاكمة بتاعت عمر البشير. عمر البشير يا جماعة يا اخواني يا 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 اخواني، عمر البشير متهم بقضايا بتاعت عملة وقضايا بتاعت فساد. عمر البشير بيتحاكم ضد يعني عمر البشير بيتحاكم على ضوء ياتو قانون، بيتحاكم على ضوء قانون الفساد. سمعتوا بقانون التحلل؟ قانون التحلل ده سمعتوا؟ ده جاول كيزان عمر البشير الليله. العقوبه بتاعته تصل الى سجن 10 سنه الى 13 سنه. ده في حاله انه عمر البشير معدم ولا عنده جنيه. عمر البشير لو جاء ودفع قيمه المبلغ ده في التحلل، الجاول كيزان عمر البشير بيطلع براءه. ده ما بيقودني للحاجة دي كلها، بيقودني هل في اتفاق مسبق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وحزب المؤتمر الوطني؟ الظاهريا لي أنا ما عندي مستندات، ما عندي أدلة، لكن بشقل مخي وإنت تشقل مخك. حزب المؤتمر الوطني شغال، املاكه شغاله، حزب المؤتمر الوطني بيعمل وقفات احتياجيه، ما في زول قاعد يسالهم، حزب المؤتمر الوطني ممكن يشارك معك في المجلس التشريعي، اوكي؟ حزب المؤتمر الوطني ممكن يجي يخش معك الانتخابات ثاني، تمام؟ كل الشركات بتاعت المؤتمر الوطني شغاله، كل الشركات بتاعت جهاز الامن والمخابرات اللي هي كوادر المؤتمر الوطني شغاله، اديكم امثله للشركات دي، شركات جياد. التصنيع شركة جياد جواها في شركات دي تابعة لجهاز الأمن اللي هي تابعة للقوات المسلحة اللي هي تابعة لمنو؟ اللي هي تابعة لجهاز المؤتمر الوطني. شركات البترول مؤتمر وطني، سودابيد والشركات الكثيرة دي، شركات البترول دي شركات المؤتمر الوطني. هل في اتفاق يا جماعة كان مسبق بين الناس ديل إنه والله نحن نصل إلى مساومة، نحن نتنازل عن عمر البشير، لكن يا قوى حرية وتغيير ويا مجلس عسكري تخلونا نحن نعيش حياتنا ونستمتع بأموالنا؟ لأنه لحد أسع الكلام فعلا الهبوط النائم، لحد أسع أنا بتكلم فيكم ما لقاني قرار من البرهان أو من أعضاء مجلس السيادة التحفظ على أملاك حزب المؤتمر الوطني. ما لقاني القرار ده. وده الشعب طلع ضد حزب المؤتمر الوطني، نحن طلعنا ضد منه يا جماعة؟ فده بيقودني بتحليل بسيط انه في اتفاق مسبق، في اتفاقات تحت الترابيزه ما طالعه للشارع السوداني. في اتفاقيات ضمت الحركه الاسلاميه والمؤتمر الوطني وقوى الحريه والتغيير وشنو؟ والمجلس العسكري، في اتفاقيات بيناتهم وقعوا تحت الترابيزه انه حزب المؤتمر الوطني يكون شغال. ولا اتوقع بالمناسبه، ولا اتوقع، لانه لو المجلس العسكري ومن مصلحه المجلس العسكري لو هو فعلا جاب انقلاب عسكري انه ما نشوف اي كادر من كوادر المؤتمر الوطني. انا ده الليله لو جيت بانقلاب عسكري اول حاجه هعملها حقبض كل، شفت الحكومه بتاعت حمدوك دي كلها حقبض وما حخلي فيها شيطان رجيم. ليه؟ عشان ما يعملوا انقلاب عسكري علي تاني. دي طبيعه، دي قاعده من القواعد البسيطه في الانقلابات العسكريه. انت انقلبت على زول تدمر الزول ده نهائي، زي ما جو الحركه الاسلاميه لما جو عملوا انقلاب مش استلموا سياسه التمكين ودخلوا ناس واعدموا الناس الضباط اللي هم حاولوا انقلاب. دي قواعد الانقلابات العسكريه. فده بورينا انه حصل اتفاق، حصل اتفاق مع الحركه الاسلاميه. ولا اتوقع انه اي واحد من اعضاء المجلس السياده يطلع قرار بالتحفظ على املاك المؤتمر الوطني. طيب ليه نحن رضينا باتفاق زي ده؟ ليه نحن رضينا باتفاق زي ده؟ أنا ما حقول للناس، الناس تطلع تشارك وتقول تسقط الحكومة دي،
ولا حقول انه الحكومه بتاعت حمدوك دي ما كويسه، انا بقول انه الشكل بتاع الاتفاق شكل ما كويس، اللي هو لن يؤدي الى بناء دوله. يعني الاتفاق ده ما بني على 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 اساس متين. على اساس متين كيف؟ الاتفاق ده ادى كل المؤسسات السياديه، جهاز الامن، الجيش السوداني، الدعم اداهم. يعني ليه نحن نتكلم؟ لو جينا نحن فتحنا الاتفاقيه دي بنلقى شنو؟ بنلقى انه نحن جهاز الامن والمخابرات لسه تحت سلطه النازل، حتى لو حولوا الاسم بتاعه. بنلقى انه الدعم السريع تابع للجماعه دي، بنلقى انه القوات المسلحه تابعه للجماعه دي، بنلقى انه لحد الليله ميليشيات الظلم مذكرينها، الدفاع الشعبي، الحركات الطلابيه الجهاديه، دي كلها لحد الليله ما تحلت، قاعده تحت شنو؟ قد تخش الدعم السريع او قاعد تخش القوات المسلحه. بنتكلم انه لحد الليله نحن اخواننا في قوى الحريه والتغيير، وهم عارفين انه الزول القاعد قدامهم ده مفروض انه يتعرض الى محاكمه، والناس دي تناسل حاجه، تناسل موضوع القضاء. ولحد الليله الناس نحن لحد الليله نحن رئيس القضاء كوس، لحد اسي عن النائب العام كوس. الناس تقول لي يا اخي الحكومه بتين هي تكونت؟ فعلا الحكومه تكونت امس، لكن علاقه تكوين الحكومه بالقضاء شنو؟ هل تعيين رئيس قضاء مستقل، هل تعيين رئيس قضاء ونائب عام من الثوار زول قلبه على مطالب الثوره، هل بياخذ التعقيدات الكثيره دي؟ ما بياخذ التعقيدات دي، هو عباره عن قرار التكرم باحتماد فلان الفلاني رئيس القضاء، موضوع انتهى. يعني تعقيدات تكوين رئيس القضاء ما اعلى من تعقيدات احتماد مجلس السياده، ما اكثر من تعقيدات شنو؟ تعيين المجلس بتاع الوزراء، لانه القضاء هو اساس الملك يا جماعه. يعني القضاء ده في محاكمات في دماء ناس، نحن تنازلنا عن القضاء كانه نحن بنبني دوله على شنو؟ في فوهة بتاع البركان. هل انت حتقدر تضمن البركان ده حينفجر بتين؟ كنت بتكلم عن جزئيات معينة يا شباب. الجزئية الأولى اللي كنت بتكلم فيها، كنت بتكلم انه الثورة حصلت وتم توقيع الوثيقة الدستورية، ولقينا انه جزء كبير من مطالب الثورة ما لقيناه، يعني جزء كبير من مطالب الثورة، لأنه احنا ما طلعنا ضد عمر البشير، احنا طلعنا ضد عمر البشير اللي هو رئيس حزب المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الوطني الليلة شغال. تمام، بنتكلم على انه القضاء لحد الليله القضاء هو قضاء تحت ايدي الكيزان. تمام، بل الأسوأ من كده، بل الأسوأ انه الوثيقه شالت القضاء وودته لشنو؟ لاعضاء مجلس السياده، بالاخذ بالاعتبار انه اعضاء مجلس السياده جزء منهم مشاركين في فض الاعتصام، جزء منهم يعني قاتلين لابناء الشعب السوداني. يعني الوثيقه شالت وودت القضاء بغادي، وادت البرهان وحميدتي والكباش خيار باختيار رئيس القضاء، ودي الناس ما هم شرفاء، دي الناس هم عملوا قتلوا واغتصبوا النساء، وبل انه جزء الليله من ابناء الشعب السوداني مغيب قصريا بسبب منو؟ منو اللي غيبهم قصريا يا جماعه؟ منو اللي غيب الناس ديل قصريا؟ منو الناس ديل الامهات اللي بتفتش على اولادها؟ اولادهم ديل راحوا وين؟ اولادهم ديل ما راحوا في حفله يا 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 شباب، اولادهم ديل ما اطفال صغار عمرهم سنه سنتين، ديل لا، ديل ناس كبار تغيبوا بفعل فاعل. الفاعل هو البرهان وحميدتي واعضاء مجلس اعضاء المجلس العسكري سابق. دي كلها اتهامات بتودي البرهان وحميدتي في خبر كان. فالوثيقه الدستوريه ما تناست، الوثيقه الدستوريه يعني اخواننا قوى الحريه وتغيير وتجمع المهنيين ما نسوا ما نسوا ما نسوا انه يجيبوا اعضائهم في مجلس السياده، ما نسوا مقاعدهم في مجلس السيادة. يعني ما كتبوا بند يتكون أعضاء مجلس السيادة من 10 مقاعد للعساكر وما أدوا نفسهم حاجة، لا، يتذكروا خطوا 5 حقتهم. أعضاء أخواننا في قوى الحرية والتغيير وفي المجلس في قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ما نسوا إنه يخطوا بند واضح وصريح يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء اختيار شخصيتين حزبيتين. والكلام ده قالوا لكم حمدوك قبل يومين انه لقد نصت الوثيقه على اختيار شخصيتين محاسبات وانا جبته. فالوثيقه ما نست الحاجات دي، لكن الوثيقه نست موضوع بتاع القضاء. فبالشكل العام بعد ده انت ونفسك، انت الزول اللي بتسمع فيني لو شايف انه الثوره حققت المطالب بتاعتها بنسبه 100%،
كلامي ده ما حيفيدك في حاجة. إذا أنت حاسي إنه مطالب الثورة دي تم التنازل عنها، إذا أنت حاسي إنه تحت الطرابيزة في توقيع بتاع اتفاق بين أعضاء المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مع الحركة الإسلامية، لأنه لا يعقل، لا يعقل يا جماعة بكل المفاهيم بكل لغات العالم، لا يعقل إنه انقلاب عسكري. برهان الحميدتي قال جاي انقلاب عسكري، صح صح. لا يعقل إنه قوى الحرية والتغيير طلعوا عشان يسقطوا منه، ما طلعوا عشان يسقطوا عمر البشير. عمر البشير جا من وين؟ جابوا منه عمر البشير، جابوه أعضاء المؤتمر الوطني. لا يمكن إنه ثورة عظيمة زي دي وثورة متكاملة زي دي يسقط عمر البشير والمؤتمر الوطني يكون شغال. أملاك المؤتمر الوطني للحد الليلة، المؤتمر الوطني أكثر حزب في السودان عنده أملاك. أملاكه دي هل هي حزب المؤتمر الوطني وارثة؟ ما وارثة، دي أملاك الشعب السوداني. ليه ما شفنا أي واحد